الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهد الكريم آه في هذه الحلقه الجديده من هذه السلسله التي آه تاتي تحت عنوان ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هو حديث عن هدايات القرآن المتنزلة علينا لصلاح أحوالنا كلها وأمورنا كلها بهذه الهدايات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم تكلمنا من قبل أن إن وقلنا إن القرآن هو كالكلمة الواحدة القرآن يفسر بعضه بعضا والقرآن يؤيد بعضه بعضا ونحن نقرأ القرآن بهذا المنهج الواحد وهذا منهج علمه سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه. كان يفسر لهم القرآن بالقرآن ليبين لهم ان القرآن كالكلمه الواحده. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: "الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون" الصحابه عليهم الرضوان فزعوا لهذه الآية، خافوا منها جداً. لأن الله عز وجل يقول آه "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم"، فقالوا يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا قد ظلم نفسه، ليس ليس ثمة أحد إلا وقد ظلم نفسه. فالقرآن يقول "أولئك لهم الأمن وهم مهتدون"، يعني فقط الذي لم يلبس إيمانه بظلم، وحده الذي له الامن وعلى هذا فالجميع هالك يهلك يهلك الناس جميعا اذا كان الله سياخذ الناس يوم القيامه بكل من وقع في ظلم يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم خفف عنهم وهو الذي بعث رحمه للعالمين ان وبين لهم ان الامر ليس هذا الذي فهموه وانما الظلم المقصود هنا هو الذي آه يقرؤونه في سوره لقمان، واذ قال لقمان واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم، وعلى هذا فالذين آه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا ايمانهم بشرك، اولئك فقط لهم الامن وهم مهتدون، وعلى هذا فالاصل في القران كما قلنا انه كالكلمه الواحده منهج واحد يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. القران يهدي للتي هي اقوم في كل شيء كما قلنا من ذلك في الحكم على الناس او في اطلاق الاحكام سواء على الناس او على الافكار. أو على المعتقدات أو على كل شيء، القرآن يعلمنا منهجا في ذلك كله. آه القرآن الذي حكى لنا عن أهل الكتاب، عن تحريفهم آه وعن تبديلهم لكتبهم وقص ما قص من قصص في ذلك الباب، آه يحكم حكما منصفا عليهم، يعني لم يطلق حكما عاما عليهم جميعا. يقول الله عز وجل عنهم أن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائمة الغنطار هو الشيء العظيم جداً فمن أهل الكتاب من إذا استأمنته على هذا الغنطار على على مال كثير أداه إليك مباشرة بكل أمانة. ومنهم من ان تامنه بدينار واحد يعني لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائمه تلاحقه وتطالبه ان يرد لك حقك وهكذا وعلى هذا فهم حالهم كحال الناس فيهم الامين فيهم وفيهم الخائن وفيهم الصادق وفيهم الكاذب وهذا هو الحكم المنصف عليهم الذي يعلمنا له القران القران يعلمنا ان لا نطلق حكما عاما على اي فئه من الناس ان نصفها جميعا بوصف محدد واحد يطلق على عامتهم هذا التعميم ليس من العلميه في شيء وليس من الـ وليس من هدي القران في شيء القران الذي اخبرنا عن الاعراب قال عن الاعراب وصفهم بانهم اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله. لكن الايات نفس في, في الايات نفسها التي بعد هذه الايه هناك ثناء على الاعراب. قال الله عز وجل: ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. فأكد القرآن أن في الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر فيه من متصدق المتقرب إلى الله عز وجل الذي يرجو الله ويرجو اليوم الآخر فليس لأحد أن يأتي ليطلق حكما عاما على الأعراب فيقول إن القرآن وصفهم بأنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله لأن القرآن الذي قال هذا هو نفسه الذي قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فليس ثمة حكم عام لا على أهل الكتاب ولا على الأعراب ولا على أي أمة من الأمم ولا على أي فئة من الناس هذا هدي للقرآن الكريم نتعلم منه ونهتدي بهذا بهذا الهدي. ثم القرآن يعلمنا منهجا كذلك في ان انك قد قد ترفض الانسان لكن رفضك لهذا الانسان او لمنهج هذا الانسان لا يمنعك ان تأخذ منه ان كان ما جاء منه هو حق. الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها وهو حق الناس بها فالقران يعلمنا كذلك هذا في هذا الباب وكذلك مهما كان حبك للانسان لا يعني انك اذا احببته وانزلته المنزلة من التقدير ومن التبجيل ان تاخذ منه كل شيء فتقبل منه حتى ما كان خطأه. القرآن يعلمنا هذا المنهج في الأخذ. فننظر إلى الـ إلى الـ إلى الشيء في أصله، هل هو حق وصواب أم هو باطل؟ فإن كان حقاً وصواباً أخذناه، لا يهمنا جاء من مشرك أو جاء من مؤمن، جاءنا من بر أو جاءنا من فاجر. هذا منهج القرآن. وأن ننظر كذلك في الذي ياتينا من الصالحين فإن كان الذي جاء منهم خطأ كذلك ما اخذناه لمجرد انه جاء من صالح. القرآن يعلمنا هذا المنهج، القرآن قص علينا انه ان الله عز وجل ما استجاب لسيدنا ابراهيم عليه السلام وهو من هو قربا عند الله عز وجل في اكثر من موضع. إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وهو من هو منزلة عند ربه سبحانه لكن القرآن يقص علينا أن الله ما استجاب لدعاء إبراهيم في أكثر من موضع لما دعا إبراهيم عليه السلام ذلك الدعاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. القرآن هنا يخبرنا ان الله ما استجاب لسيدنا ابراهيم عليه السلام هذا الدعاء ان يجعل الامامة في الدين في ذريته جميعا. لان هذا الدعاء يخالف سنة من سنة من سنن الله عز وجل في خلقه ان ذرية ابراهيم عليه السلام سيكون منها سيكون فيها البر وفيها الفاجر، فيها المؤمن، وفيها الكافر، فلا يمكن أن تنعقد الإمامة في الدين لذريته جميعاً. فلما قال لما قال له الله عز وجل إني جاعلك للناس إماماً ودعا إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي هذه الإمامة يعني قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فما استجاب له هذا الدعاء. وكذلك ما استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم الآخر لما دعا ابراهيم عليه السلام آه واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ابراهيم عليه السلام دعا ان يبارك الله عز وجل في البلد الحرام وان يرزق اهله من الثمرات فقط من امن منهم بالله واليوم الاخر، يعني كان يريد ان يجعل هذا الرزق فقط حكرا على المؤمنين. الله عز وجل كذلك ما استجاب له هذا الدعاء، اذا اكملنا الايه واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، قال الله عز وجل قال ومن كفر، يعني حتى الكافرين قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. فدعاء ابراهيم لم يستجب له الله عز وجل هنا كذلك لانه ايضا يخالف سنه من سنن الله عز وجل في خلقه. ان الله عز وجل جعل هذه الدنيا يعيش فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر ويتمتع فيها المؤمن ويتمتع فيها الكافر ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربه ماء لكنها هذا هو تقديره هذا هو تقديره سبحانه وهذا هو حكمه ان الاخره هي دار الجزاء هناك يتمايز الناس يتمايز المؤمن من الكافر والبر من الفاجر فتكون الجنه خالصه للمؤمنين لا يشاركهم فيها المشركون اما الدنيا فيتمتع فيها المؤمن والمشرك والبر والفاجر هذه هي الدنيا، هذه طبيعة الدنيا التي اختارها الله عز وجل. فدعاء ابراهيم هنا خالف هذه السنة التي جعلها الله عز وجل في خلقه في هذه الدنيا. فما استجاب الله عز وجل له هذا الدعاء بأن يجعل الرزق فقط من الثمرات، فقط للمؤمنين. بينما القرآن يخبرنا أن الله عز وجل أثنى على امرأة على كلام امراه مشركه كانت تعبد الشمس من دون الله قص علينا القران في قصه سليمان عليه السلام انه تفقد الطير وانه ما وجد الهدهد وان الهدهد كان قد ذهب بعيدا وانه جاء ليخاطب سليمان ويقص عليه خبر اناس شاهدهم آه آه وأن أنه وجدهم يسجدون للشمس من دون الله قال الهدهد لسليمان عليه السلام إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا يعني أن هذه المرأة امرأة كافرة مشركة بالله كانت تسجد للشمس من دون الله لما ألقي إليها كتاب ابراهيم وأرادت أن 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 أن, أن تشاور الملأ من قومها في أمرها قالت لهم يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. القرآن قال وكذلك يفعلون يعني وكذلك يفعلون هذا ليس كلامها ليس من كلامها كلامها انتهى الى قولها ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. فالقرآن قال وكذلك يفعلون يعني القرآن اكد وصدق وأيد كلام هذه المرأة وهي امرأة كافرة حتى تلك اللحظة لم تسلم مع سليمان لله رب العالمين كافرة تسجد للشمس من دون الله، لكنها قالت كلاما عاقلا رشيدا فيه دلالة على أنها كانت امراة لها نظر في التجارب الإنسانية وفي التاريخ الإنساني فاستطاعت أن تهتدي إلى إلى هذا الذي قالته فالقرآن صدقها وأيدها وأيد كلام كلامها على كفرها وعلى شركها ليكون هذا منهجا ليكون هذا هو المنهج الذي نسير عليه في أننا ننظر في الكلام في أصله يعني لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى القول نفسه فإن كان القول حقا وصوابا ورشدا أخذنا به حتى وإن قال به كافر فهذا كله من هدايات القران التي نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المهتدين بها ابدا والسلام عليكم ورحمه الله